منذ تقديم النجم رامي جمال أول ألبوماته الغنائية ماليش دعوة بحد من حوالي 9 سنوات، حقق نجاح كبير في مجال الغناء على الرغم من كونه ملحن تعاون مع عدد كبير من نجوم المطربين في مصر وفي الوطن العربي. من بعدها توالت نجاحاته. رامي طرح مؤخرا أغنية سقف بظهور مجموعة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين زي أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحسن الرداد وشيكابالا وعمر السوليه ورمضان صبحي وغيرهم، الامر اللي طبعا احتل بيها الترند فور طرحها مباشره واشاد بيها الجميع. كاميرا فلاش التقت بالمطرب والملحن رامي جمال، تعالوا نشوف مع بعض اللقاء ونرجع مره تانيه. سقف سقف دي اللي عملت لنا ازمه. انا ماليش دعوه يا جماعه، انتوا حظكم ان جت سقف وحصل وراه الاغلاق، فانا قابل الهزار ولعلمك عاجبني الهزار، بس لا طبعا ما بتضايقش، بس للاسف مثلا في انا الالبوم الجديد خلصان واحنا في المرحله اللي هي واضح ان هيحصل اغلاق قريب، عمري ما هنزله لان انا عارف ان لو نزلته هلبس الافيه اللي جاي خلاص هبقى بتاع الازمات. يعني المره الاولانيه بالصدفه، المره الثانيه لازم الواحد يبقى عنده مخ شويه عشان مش دايما هيتقال انها بالصدفه. لا مفيش حد ما تعاونتش معاه، لو قلت اسامي بنسى اسامي وبيزعلوا، لازم يبقى معايا ورقه فيها يعني هم 45 بني ادم لانهم 15 اغنيه. الهيت بتاعها بتاعتي انا، يعني لحني انا وكلام احمد المالكي وتوزيع تميم. الان علشان حاجه واحده بس، هو انا سقف نجحت، يا ترى نزلنا غنيناها مع جمهور في حفله؟ لا، المتعة الفنان وانه يعرف هو نجح ولا لا لما يقابل جمهور ويعمل لهم المايك كده فكلهم يغنوا، فبيعرف منها هو فعلا العمل بتاعه ده نجح او لا. انا مش عارف اقابل الجمهور، فحرام انزل عمل تاني وابقى حكمي على نجاحه بس هو اليوتيوب. ما غنتش غير لما يعني ثبت رجلي في التلحين، مش عايز امثل غير اولا السينما للمطربين، انت بتروح بجمهورك، فين جمهورنا؟ احنا لسه بنكونه، نكونه ونتاكد ان في ظهرنا ناس كتير نروح بيهم ان شاء الله. اقول لهم شكرا جدا على كل الدعم اللي شفته سواء فني سواء انساني، انا محظوظ جدا جدا، ويمكن دي دعاوي اهلي وعايز اقول لكم انا بسببكم بقيت يعني شخص نفسيا مختلف جدا. كنت الاول بقعد اداري البتاع ده، ما بقتش بداريه ونازل بيه عادي جدا، ما بقاش معملي مشكله. شكرا للجمهور اللي موجود معايا في الفن وبره الفن، شكرا جدا.